السلام عليكم الإخوان، أتمنى كل شيء يكون بخير. فيديو جديد اليوم نهضر على واحد الموضوع اللي زوين بزاف، وشار انتباه ديالي واحد السيد خديت عنده واحد الصندالة. صراحة واحد الفكرة دايرها عجبتني، يعني خدام بواحد كيف ما كنقولوا صفر درهم، ما عنده حتى درهم في جيبه، خدام يعني تصور في الفلوس، يعني الا ما صورش غيكون كيصور واحد 100 درهم في النهار، عادي ما صور والو، يعني ما دخل والو لجيبو، غيكون كيدخل واحد 100 درهم. اش كيدير هاد السيد؟ هاد السيد شايف مع مونشي، يعني مون اللي عنده ديك الصندالة. اش كيدير هو؟ هو ما كيخسر حتى شي حاجة، حتى درهم ما تيخسرها من غير كونيكسيون، شارجي 10 درهم ديال الكونيكسيون وتليفون. كيدخل ماركت بلايس عنده التصاور ديالها، كيلوحهم تما مثلا ندير لها 100 درهم. دخلت انا الشاي عجبتني، كومونديتها عنده، قال لي صافي نجيبها لك الاناسي. صافي جابها ليا، كنتفاجئ جاي معاه واحد اخر، وماشي هو اللي تخلص، داك السيد اللي معاه هو اللي تخلص. يعني هو ما عنده حتى شي حاجه، هو بحال قلتي غير وسيط غادي ياخذ فيها واحد 30 درهم ولا 20 درهم، هادي ديالو ما يحيدهاش ليه الطبيب. يعني الا باع غير 5 البياسات في النار راه 100 درهم هذيك، ها هو ما خسر حتى درهم، من غير تلقى 10 درهم ديال الكونيكسيون، ولا تلقى مريح شاد قهوه ومكونيكتي من القهوه ب 10 درهم ديال القهوه، وخدام مع راساتو تيبيع ويشري. ملي دخلت البروفيل ديالو ديال الواتساب كنلقى دري باقي كيقرا في لافاك، يعني باقي كيقرا، يعني ما عندوش شي دخل اللي قار. وفكرة زوينة، أنا كيعجبوني بحال ما هاد الناس، يعني تيفكر، باغي يخدم، باغي يدخل الفلوس، باغي ماشي واحد تيجي عندك يقولك أخويا أنا باغي ندير مثلا واحد المشروع، وهو أصلا ما عندوش ديك، ما متحمسش لهاديك الفكرة ديال أنه يدير مشروع، هو أصلا من الأول خايف، ومن الأول ما عندوش الفكرة ديال أنه خصو يدير واحد المشروع باش يدخل منه الفلوس ولا هادي، يعني غير جاي باغي يدير راه باغي يدير مشروع وباغي يخدم. ولكن ما عندوش ديك العزيمه ديال انه داك الفكر ديال انه راه مثلا اش كيقول هو في راسو، غيقول انا غندير هاد الحاجه وغنخسر فيها، مثلا عندي واحد 5 المليون ولا 6 المليون غنمشي غنصلح المحل غندير، هو داير الخساره من الاول داير الفكره ديال الخساره في دماغه. كيفاش غيدير هاد السيد تيخدم؟ هاي الناس خدامه بلا ريال بلا جوج، كنقول لك كيصور واحد 100 درهم في النهار، هادي الا ما صورش يعني بلا ريال بلا والو بلا والو، يعني ما عنده حتى شي حاجه، يعني راه ساهله القضيه. الانسان الا بغى يخدم راه محتاجش راس المال، محتاج هذا، شي تكون عندك هذا راه غتخدم وتدخل الفلوس مع راساتك وبالحلال. يعني تشوف شي واحد اللي يكون كيبيع ويشري، دير ما بحال ما هكا واحد كاين بحال ما هكا كتقول لي مثلا انا غنجيب لك الشاري وانت تكلف ليا، مثلا انا غنشوف لك الشاري، مثلا انا كاع ما كاع نمشي ندي بلاصه معاه، غادي نشد هذاك البرودوي غنشدو غنلوحو في الفيسبوك او لا في اي حاجه، المهم تيك توك ولا فيسبوك ولا اللي كان سناب شات، المهم في ما كان انا غنلوح داك البرودوي غنتكلف به، وملي تجيني شي كوموند انا غنكونفيرمي الكوموند، وانت يعني تشوف ليفغو اللي غيدي لك هذاك البرودوي، وانا تعطيني هذا ديالي، يعني مثلا تعطيني واحد 20 درهم ولا 10 درهم، شوف انت هذيك الساعه شحال غدير معاه. هو مفرحات عليه، يعني غتنقص عليه بزاف مني انا، وجبد غيكون عندي واحد البرودوي غنبغي شي واحد يبيعو ليا مثلا بواحد البورسونتاج، ماشي مشكل، انا عندي طريقتي باش غنليفريه، يعني وانا اللي غنشد الفلوس، يعني ماشي هذاك اللي غيشد الفلوس، انا اللي غنشد الفلوس، يعني فلوسي ضامنهم في جيبي. نقول لي مرحبا على الراس والعين، يعني خاصه الاخوان غير شويه الانسان يخدم شويه دماغه، يخدم على راساتو، راه تبارك الله راه كاين ما يدار، والله كاين ما يدار، كاين ما يدار، غير خاصه الانسان يقلب، وخاص الانسان تكون عنده ديك الفكره ديال انه راه واحد الحاجه خاصو يوصل ليها، خاصو يدير واحد الهدف قدامه. يعني لما كنتيش دير واحد الهدف قدامك راه ما عمرك غتوصل،
ديما تبقى غير في بلاصتك، ديما تبقى خايف، ديما تبقى تقول لا راه حكا غندير هادي غنخسر فيها، غندير هادي غندير فيها، غندير هادي غادي. ديما دير واحد الهدف قدامك، مثلا اخويا انا هاد العام باغي نصور مليون، خاصني مليون نحطو مثلا في الكونت ديالي تكون عندي، صافي العام الجاي خاصني ندير جوج المليون، كتبقى غادا هكا. يعني كتكون دير واحد الهدف قدامك، يعني راسم واحد الخطة في دماغك، يعني اشنو باغي توصل، اشنو باغي يكون عندك، اشنو باغي دير، اشنو يعني هكا كيفاش كتحفز للخدمة، وهكا كيفاش كيفاش كتحفز للرباح، وهكا كيفاش كتحفز لبزاف د الحوايج. اما الا ما كنتيش دير واحد الهدف قدامك راه صافي، راه سي نورمال غادي تكون مخلوع، وسي نورمال ما غادير والو، سي نورمال غتخسر بزاف د الحوايج. وهادشي اللي كاين الاخوين، نتمنوا تكونوا استفدتوا معنا في هذا الفيديو. يعني انا غير السيد جاي عندي وشدك المثال، يعني حي كيف ما كنقولوا، عجبني الحال كنمشي عليكم. يعني ولو ان مثلا ديك الصنداله ماشي شي كاليتي، ولكن عجبتني الفكره. يعني انا واخا يحسب لي حتى 200 درهم وماشي شي كاليتي، غادي نتعاون معاه، غادي ناخذها. عجبتني الفكره، فكره زوينه. انسان يعني كتشوفه باقي كيقرا وكيخدم دماغه وكيمشي يعني كيدير شي حوايج من والو، من والو من والو، يعني صفر درهم ما عطيت حتى درهم. يعني راه طبيعه الحال غادي تتعاون معاه، وطبيعه الحال غتشري عنده. هادشي اللي كاين الاخوان، السلام عليكم.